ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم من منتدى الأعمال المصري الروماني. جرمين، بعد التحية أطلعينا على آخر المستجدات فيما دار في منتدى الأعمال. نعم، بعد التحية بالفعل نتابع معكم من مقر هيئة الاستثمار تفاصيل منتدى الأعمال المصري الروماني، والذي انطلق منذ قليل بحضور رئيسي وزراء البلدين أيضا، وإلى جانب عدد من الوزراء ورجال الأعمال في مختلف المجالات الخاصة بالتعاون المصري الروماني. بيأتي منتدى أعمال اليوم بعد الاجتماع واللقاء الذي تم أمس بين رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الروماني في يعني هذا اللقاء وهذه الزيارة التي تعد الأولى لرئيس الوزراء الروماني منذ 20 عاما. وبتأتي أهمية يعني هذا المنتدى وبشكل عام هذه الزيارة في إطار عمل الجانب الروماني على زيادة الاستثمارات داخل القارة الأفريقية من خلال التعاون مع مصر باعتبارها جزء من اتفاقية التجارة الأفريقية، وأيضا العمل من الجانب المصري على زيادة الاستثمارات والتعاون والتبادل التجاري مع الجانب الروماني. ويعني هذا أيضا بيترجم في أرقام، فبنشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز $1 مليار، وأن هناك عدد كبير من السلع اللي بيتم تصديرها من مصر إلى رومانيا وأيضا العكس. فهم يعني أمثلة هذه السلع التي تقوم مصر بتصديرها إلى رومانيا بتتمثل في الأسمدة والحديد والصلب والخضروات والنباتات، وفي الجانب الآخر بتستورد مصر من رومانيا الحبوب. يعني منتدى الأعمال الذي كان منذ قليل بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الروماني، كان هناك العديد من التعاون أو الحديث عن التعاون بين البلدين، فتابعنا كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والذي تحدث على أن مصر تبحث عن آفاق جديدة لضمان الاستدامة، وأن الشركات الرومانية يمكن لها أن تلعب دور كبير في تحقيق هذه الأهداف في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون في مختلف المجالات الخاصة بالتنمية وأيضا المجالات التكنولوجية. وأيضا تحدث على أن يعني كل هذه الأهداف أو كل هذا التعاون سيساعد مصر في مواجهة كل التحديات الاقتصادية التي لا تواجهها مصر فقط ولكن أيضا دول العالم. كما أكد أيضا على أنه هناك علاقات قوية تجمع الجانب المصري والروماني، فعدد الشركات الرومانية في مصر تجاوز 100 شركة، وأنه أيضا تم توقيع شراكة لإنشاء مجلس الأعمال المصري الروماني والذي يعمل على يعني ترجمة كل هذا التعاون في شكل اتفاقيات بين الشركات المصرية والرومانية. كما أيضا أكد رئيس الوزراء الروماني في كلمته على أنه يبحث عن التعاون ومزيد من التعاون وضخ الاستثمارات داخل مصر، وإنها ذات أولوية فهي أولى الدول الأفريقية التي يعني تعمل رومانيا على ضخ استثماراتها فيها في مصر باعتبارها بوابة لأفريقيا، وإنه بيأتي اليوم بصحبة عدد كبير من الشركات في مختلف المجالات الخاصة بالصناعة والطاقة والزراعة، وإنه مصر ذات أولوية لرومانيا في يعني بزيادة الاستثمارات والتعاون بين البلدين. أيضا على هامش المنتدى تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات الغاز الطبيعي وأيضا مجال الشباب وأيضا مجال التكنولوجيا والتعاون العلمي. فأيضا يعني حدث اليوم وأيضا لقاء أمس كان ترجمة لتطلعات الجانب المصري والروماني على زيادة الاستثمارات والتعاون والتبادل التجاري بين البلدين. أشكرك جرمين إبراهيم مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مقر انعقاد منتدى الأعمال المصري الروماني.